بمناطق النشاط الإرهابي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مع عرض ملخص لنتائج أعمال القتال وأبرز مستجدات الموقف الحالي للعملية الشاملة لمجابة الإرهاب سيناء 2018. وبداية بالاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي، قوات المسلحة فندم والشرطة المدنية متواجدين بدءا من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية. بالنسبة لقناة السويس، في طبعا قوات تأمين المجرى الملاحي بالتعاون مع قوات حرس الحدود وقوات من الجيش الثاني والجيش الثالث بتأمين حركة الملاحة بقناة السويس، فضلا عن تجديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر والمعديات من وإلى القناة لمنع أي عناصر إرهابية أو تكفيرية، بتوفير امدادات لوجستية للعناصر المتواجدة بمناطق العمليات أو هروب أي عناصر إرهابية من شبه جزيرة سيناء من مناطق العمليات إلى المحافظات المصرية. أما في نطاق عمل الجيش الثاني الميداني، فالقطاع الأولاني للعمليات من المنطقة المتخمة لقناة السويس وحتى منطقة العمليات الرئيسية، بنكثف فيها الدوريات الأمنية في كافة الدروب والمدقات والمناطق الجبلية لتمشيطها من أي عناصر إرهابية وإجرامية، ده طبعا بالإضافة إلى التأكد من هوية أي سكان محليين بالمنطقة، مع تكثيف الدوريات أو الكمائن الثابتة على طرق التحرك بالكامل، ومنع أي عناصر تتسلل من مناطق العمليات إلى هذه المنطقة وإعادة تمركزها مرة أخرى بها. أما في منطقة العمليات الرئيسية زي ما واضحة قدام حضراتكم، فالقوات فيها بتنقسم لقسمين. مجموعة فندم من القوات بالتعاون مع الشرطة المدنية بتقوم بتمشيط المناطق السكنية والمناطق الزراعية بالكامل والتأكد من هوية الأفراد المتواجدين بها، فضلا عن تدمير كل البنية التحتية للعناصر التكفيرية من مخازن وملاجئ وخنادق تحت الأرض. وفي السياق ده يا فندم، احنا كنا وضحنا لحضراتكم ان العديد من مخازن الأسلحة والذخائر والملاجئ كانت متواجدة في مناطق سكنية، وما زالت القوات يا فندم بتقوم بتنشيط المناطق السكنية بالكامل. أما المجموعات الأخرى بتقوم بمداهمة البؤر الإرهابية التي تم اكتشافها بواسطة أجهزة الاستخبارات وجمع المعلومات. بيتعمل يا فندم حصار كامل على البؤرة الإرهابية من كافة الجهات لمنع تسلل أي عناصر إرهابية من وإلى البؤرة، ثم مداهمة البؤر الإرهابية بواسطة القوات البرية، وده طبعا بالتعاون مع القوات الجوية والمدفعية طبقا للموقف. وأنا بنأكد أن القوات الجوية والمدفعية بيستهدفوا البؤر الإرهابية التي تقع خارج التجمعات السكانية، طبعا مع تكثيف الارتكازات الأمنية على كافة محاور التحرك بمناطق العمليات. ودي يا فندم من الارتكازات اللي أنا بشاور عليها، بالإضافة إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف أي عبوات نسفة أو ألغام بيتم زراعتها في مناطق العمليات لتأمين القوات أثناء عملها وتأمين السكان المحليين من مخاطر العبوات الناسفة، مع قيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين بالاستمرار في اكتشاف أي فتحات أنفاق أو أنفاق على الشريط الحدودي، وقيام قوات الجيش الثاني الميداني بالاستمرار في إقامة المنطقة العزلة على الشريط الحدودي. وطبعا بيتم تعويض المتضررين، ووصل إجمالي حجم التعويضات حتى الآن إلى حوالي 900 مليون جنيه مصري. أما في نطاق الجيش الثالث الميداني، فمناطق العمليات يا فندم من المنطقة المتاخمة لقناة السويس وحتى منطقة العمليات الرئيسية، دي المنطقة الأولى. المنطقة دي يا فندم احنا مكثفين فيها الدوريات الأمنية لتمشيطها والتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية أو إجرامية، والتأكد من هوية السكان المحليين الموجودين وأي حد يا فندم بيشتبه به
بيتم تسليمه للجهات الأمنية، وعند ثبوت عدم تورطه بيتم يا فندم الإفراج عنه فورا وتسليمه كافة متعلقاته الشخصية مع تكثيف أو غلق كامل لأي مسارب أو مدقات تؤدي من وسط سيناء إلى جنوب سيناء بالكامل يا فندم، وانتقالا إلى منطقة العمليات بالنسبة لوسط سيناء. استمرار برضه فندم الدورات الأمنية بتمشيط كافة الدروب والمناطق والطرق والمناطق الجبلية للبحث عن أي عناصر أو ملاحقة أي عناصر تكفيرية وإجرامية في المنطقة، مع قيام القوات البرية بمداهمة البؤر الإرهابية بالمناطق الجبلية. وطبعا حضراتكم عارفين وسط سيناء بها العديد من المناطق الجبلية وعرت التضاريس، وبيصل ارتفاع الجبال إلى أكثر من 1000 متر. القوات يا فندم بتحاصر المنطقة الجبلية المكتشف بها بؤر إرهابية من كافة الجهات لقطع أي طرق إمداد للعناصر الإرهابية من خارج المنطقة إلى داخلها، أو منع هروب وتسلل العناصر الإرهابية من البؤر الإرهابية. ثم يتم مداهمتها، وده طبعا سيرا على الأقدام بالتعاون مع القوات الجوية والمدفعية، مع قيام قوات الجيش الثالث في منطقة العمليات بغلق أي طريق تسرب أو تسلل للعناصر الإرهابية من مناطق العمليات بشمال سيناء وانتقالها إلى وسط سيناء. ده طبعا يا فندم بالتزامن مع فرض القوات البحرية السيطرة البحرية على البحر المتوسط، ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر، ومنع أي طرق إمداد للعناصر الإرهابية عن طريق الساحل، فضلا عن منع أي عناصر إرهابية تنتقل من مناطق العمليات إلى ساحل البحر، مع قيام قوات الصعقة البحرية بالانتشار على ساحل من مدينة رفح وحتى العريش لتأمين الساحل من رفح للعريش، بالإضافة إلى مداهمة أي بؤر إرهابية متواجدة على ساحل البحر المتوسط في هذه المنطقة. القوات المسلحة فندم مستمرة في توفير الحصص التموينية لأهالي سيناء بمناطق العمليات وفتح منافذ للخدمة الوطنية، بالإضافة إلى قيام محافظة شمال سيناء بالتنسيق مع وزارة التموين لتوفير الخضروات الطازجة والسلع التموينية الأخرى اللازمة للأهالي. أما انتقالا لمنطقة الظهير الصحراوي للدلتا وغرب وادي النيل، هنا فندم موجود قوات مشكلة لمكافحة الإرهاب بتعمل غرب وادي النيل والظهير الصحراوي للدلتا. والقوات دي يا فندم مشكلة من القوات المسلحة والشرطة المدنية وحرس الحدود، وبتقوم بملاحقة أي عناصر إرهابية أو إجرامية في هذه المنطقة ومنعها من خلق أي بؤر إرهابية، وخاصة منطقة الواحات البحرية والفرافرة والبويطي، مع منع تسلل أي عناصر إرهابية عبر الحدود الغربية أو الحدود الجنوبية ووصولها إلى داخل المحافظات المصرية. أما فندم انتقالا للحدود الغربية والجنوبية، فقوات حرس الحدود بتقوم بتكثيف الدوريات والكمائن ونقاط المراقبة السبت والمخططة، بالإضافة إلى الغير مخططة على كافة الحدود الغربية والجنوبية، وخاصة في مناطق تسلل العناصر الإرهابية أو مناطق التهريب عبر الحدود الغربية والجنوبية، لمنع أي عناصر إرهابية من الانتقال إلى داخل الأراضي المصرية. ده طبعا بالتعاون مع الاستطلاع الجوي المسلح لاستهداف أي عربات محملة بأسلحة وذخائر أو عناصر إرهابية عبر الحدود الغربية والجنوبية، مع قيام القوات البحرية بتأمين ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر لمنع أي عمليات تهريب أو تسلل عبر البحر. ده طبعا بالإضافة إلى قيام القوات البحرية بتأمين الأهداف الاقتصادية المصرية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر. ده طبعا يا فندم مع مواصلة قوات تأمين الجبهة الداخلية بتكثيف دورياتها على مختلف الطرق والمدقات وتأمين الأهداف الحيوية بالدولة، وإحنا بينتشر حاليا حوالي أكثر من 600 دورية من القوات المسلحة والشرطة المدنية
في داخل المحافظات المصرية. مع استمرار الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في القيام بمناورات تدريبية وعملياتية للمحافظة على الاستعداد القتالي الدائم للقوات. احنا طبعا يا فندم بنراعي في إدارة العملية الحفاظ على القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من أبناء شعب مصر في كافة المناطق التي تشهد عمليات مداهمات أمنية، مع الالتزام الدقيق بقواعد الاشتباك المعمول بها دوليا. النهاردة احنا في اليوم في نهاية الأسبوع الرابع منذ بدء العمليات، وهكون بإلقاء الضوء على نتائج أعمال قتال القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، والتي تتلخص في الآتي: تدمير كافة الأماكن والبؤر الإرهابية المكتشفة بواسطة القوات الجوية، القضاء على 105 فرد تكفيري، القبض على 2829 فرد ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية. وهذا السياق يا فندم احنا تم الإفراج عن عدد كبير من العناصر المقبوض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا مع تسليمهم كافة المتعلقات الشخصية. تدمير 1907 وكر ومخزن للعناصر الإرهابية تستخدم في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، مع اكتشاف وتدمير 2 مركز إعلامي و2 مركز إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة C4 والTNT والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، واكتشاف وتدمير وضبط عدد 157 عربة و387 دراجة نارية خاصة للعناصر التكفيرية، مع اكتشاف وتدمير وضبط عدد 41 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية، وضبط 129 بندقية خرطوش و461 فرد أثناء محاولة التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، مع قيام قوات حرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. ده طبعا بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة، وتم تدمير 116 مزرعة لنبات البانجو المخدر، وضبط 51.6 طن من المواد المخدرة، و2 مليون و150 ألف قرص مخدر. ونتيجة لأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد عدد 16 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 19 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية، وتعزي القوات المسلحة شهداء الأبرار، وتتمنى من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة. طبعا يا فندم خلال الأسابيع الماضية برز محاولة الأبواق الإعلامية المناهضة للدولة وكذا التابعة للتنظيمات الإرهابية بتحفيز العناصر الإرهابية على القتال ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، فضل عن محاولة بس رسائل سلبية تضر بسير العمليات. ونؤكد على كافة وسائل الإعلام بعدم تناول أي أخبار مغلوطة وغير صحيحة والرجوع إلى المصادر الرسمية. القوات المسلحة حريصة على إمداد وسائل الإعلام بالبيانات العسكرية بصفة مستمرة. اسمحوا لي يا فندم في النهاية أن أتوجه بالشكر إلى شعب مصر العظيم على ثقته المطلقة في قواته المسلحة والشرطة المدنية، الذين يخوضون الآن مواجهات ضارية بكل بسالة وشجاعة ضد التطرف والإرهاب، وما زالوا يواصلون جهودهم وتضحياتهم دفاعا عن تراب مصر الطاهر وسلامة أبنائه. شكرا لحضراتكم، وأنا جاهز لرد على أي أسئلة. تفضل يا فندم. تفضل أحمد. تفضل يا فندم. شكرا فندم. في البداية اسمح لي ان انا اهني قواتنا المسلحة بهذه النتائج. يعني في 4 اسابيع احنا شفنا الحقيقة
في كل البيانات اللي اصدرتها القوات المسلحه وفي المؤتمرات الصحفيه اللي حضرتك عقدتها هذا الكم من النجاح اللي احنا حاسين بيه كلنا في الشارع المصري. سؤالي فندم حضرتك انهيت المؤتمر ب نقطه مهمه جدا وهي تتعلق بالاعلام الخارجي ومحاولات بث رسائل سلبيه، واحنا عارفين ان الحرب على الارهاب اساسا في جوهرها هي حرب مدعومه من الخارج ومن عناصر خارجيه عن الدوله المصريه. السؤال هنا ان هل صور الدعم ما زالت مستمره؟ احنا عارفين الدعم اللوجستي انقطع لان الحدود تم السيطره عليها، لكن هل في وسائل اخرى لدعم هذه الجماعات التكفيريه الموجوده او بقاياها في مناطق سيناء؟ شكرا جزيلا. انا احمد السرساوي من اخبار اليوم. اهلا بيك فندم. طبعا يا فندم احنا قلنا ان احنا العمليه الشامله على كافه الاتجاهات وليس في شبه جزيره سيناء فقط، وكان الغرض الرئيسي هو تطهير شمال ووسط سيناء بالاضافه لقطع اي طرق امداد للعناصر الارهابيه ومنع انتقالها وخلق بؤره جديده. طبعا يا فندم في هذا السياق تم القبض ورصد العديد من العناصر الارهابيه اللي بتحاول تنضم او تهرب اسلحه وذخائر للعناصر المتواجده في شبه جزيره سيناء، واحنا قلنا يا فندم ان تم تدمير عدد من العربات المحمله بالاسلحه والذخائر على الحدود الغربيه والجنوبيه، بالاضافه ان احنا ما زلنا طبعا بنكتشف في فتحات انفاق على الشريط الحدودي وبيتم التعامل معها لقطع اي طرق امداد للعناصر الارهابيه والتكفيريه والقضاء عليهم وخاصه في شمال ووسط سيناء. اتفضلي يا فندم. اشكر حضرتك يا فندم. مها سالم بوابه الاهرام. حضرتك عارف يا فندم ان احنا بنتكلم دايما ان تنميه سيناء بتحتل اهميه قصوى في استراتيجيه الدوله للتنميه المستدامه، واعلن السيد الرئيس خلال الاسبوع الماضي عن تدشين عدد من المدن في شمال سيناء في رفح الجديده وسلام في شرق بورسعيد. عايزين نطمن هل تاثرت معدلات الانجاز في المشروعات التنمويه في شمال سيناء خاصه وفي سيناء عموما بالعمليه الشامله سيناء 2018؟ شكرا يا فندم. حاضر يا فندم. طبعا يا فندم احنا في سيناء احنا بنعمل حوالي 290 مشروع للتنميه والتطوير في شبه جزيره سيناء، انتهينا من 134 مشروع وما زال جاري استكمال 156 مشروع. بالتوازي يا فندم مع مناطق العمليات العديد من المشاريع التنمويه بتجري على الارض وبيتم العمل بها سواء المزارع في بورسعيد او بعض الطرق المتواجده في شبه جزيرة سيناء عامة أو المدن السكنية والبيوت البدوية. في مناطق العمليات في يا فندم العمل بس ببطء شوية طبعا نظرا لسير العمليات في شمال ووسط سيناء. اتفضل يا فندم. محمد زهران قناة الشاهد الكويتية. ربما فندم في الاونه الاخيره يعني الحدود المصريه الغربيه كان هناك يعني العديد من المحاولات احباط عده محاولات لاختراق هذه الحدود. السؤال هنا تحدث عن هل هناك نيه لدى القوات المسلحه المصريه للقيام ب يعني حمله استباقيه او ضربه استباقيه خارج الحدود في الفتره المقبله لضرب هذه العناصر التي تحاول من حين لاخر يعني زعزعه امن واستقرار الدوله المصريه من هذه الناحيه؟ شكرا يا فندم. طبعا يا فندم احنا بنحترم سيادة الأراضي الليبية وسيادة الدولة الليبية على أراضيها، ولا يتم طبعا اختراق أي الحدود الليبية. والعمليات الاستباقية اللي كانت حصلت قبل كده دي كانت حصلت نتيجة العمليات الإرهابية ضد المصريين الأقباط المتواجدين في ليبيا أو استهداف الكنائس، وده تم الإعلان عنها وكان بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية الليبية والجيش الوطني الليبي. احنا الجيش الوطني الليبي يا فندم بيتعاون معانا في تامين الحدود الغربيه واي تهديدات مشتركه بالنسبه لتامين الحدود، واي استهداف لينا لعربيات او محمله باسلحه وذخائر بيتم بعد عبورها خط الحدود الغربيه. اتفضل يا فندم. تامر نصرة مراسل قناة العربية وقناة الحدث. كنت أنوي أسأل سيادتكم عن مسألة إذا كنتم رصدتم إمدادات للجماعات الإرهابية. حضرتك فعلا ذكرت أن تم بالفعل ضبط محاولات تهريب، فنريد تفاصيل أكثر. تهريب عتاد، تهريب أفراد نحو منطقة العمليات، وبالتالي هل الآن نتعامل مع عدد محدد من الجماعات الإرهابية فتم تحديد
موعد جديد لنهاية العمليات أم لا تزال الحرب مفتوحة؟ شكرا. طبعا يا فندم، هو بالنسبة طبعا العمليات ما زالت مستمرة لحين تحقيق الأهداف من العملية، والأهداف الرئيسية من العملية هي تطهير شمال ووسط سيناء من العناصر الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار لأهالي سيناء المتواجدين في المناطق شمال ووسط سيناء. فطبيعي العمليات مستمرة لحين تحقيق الهدف من العملية. يا فندم طبعا احنا العناصر اللي متواجدة على تأمين المنافذ الحدودية سواء منافذ المعابر على قناة السويس أو الحدود الغربية والجنوبية، تم اكتشاف طبعا عديد من محاولات التهريب للأسلحة والذخائر أو عناصر إرهابية، وتم التعامل معها وبنعلن على حضراتكم أول بأول العمليات دي. تفضلي يا فندم. نوع حسين، مؤسسة الأهرام الصحفية. البيان الأول 9 فبراير حضرتك طالبت الشعب المصري بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب، فهل بالفعل خلال فترة العمليات الأربع أسابيع تم تجاوب شعبي قوي مع قواتنا بما حقق أهداف حاضر على مستوى كافة المحافظات؟ حاضر، شكرا حضرتك. طبعا يا فندم احنا خصصنا 11 رقم في كافة المحافظات المصرية لتلقي اي شكاوي من الاهالي او اي بلاغات من الاهالي ضد عناصر ارهابية او تكفيرية. وطبعا بمناطق العمليات ان اهالي سيناء متعاونة معانا تعاون كامل بتوفير معلومات دقيقة عن اماكن البؤر الارهابية والمتواجدة فيها سواء داخل مناطق سكنية او في بؤر في الظهير الصحراوي أو في المناطق الجبلية. أما بالنسبة للاتصالات التليفونية من المناطق الأخرى، ده طبعا يا فندم بيتم الأول بحث والتحري عن الشكوى قبل اتخاذ أي إجراء وإحالة الشكاوي إلى الجهات المختصة. في طبعا عديد من الشكاوي كانت إيجابية والبعض الآخر بيتم فحصها عن طريق الجهات المعنية. اتفضل يا فندم. رام إبراهيم، مؤسسة المشهد. حضرتك ما هي الإجراءات المتبعة لضمان عدم عودة العناصر الإرهابية الفارة إلى المناطق التي تم تطهيرها؟ إحنا فندم المناطق السكنية اللي بيتم تطهيرها أو الزراعية، القوات الشرطة المدنية بتعيد الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وبتتواجد فيها وما بتغادرهاش. أما البؤر الإرهابية اللي بيتم تطهيرها فطبيعي يا فندم بيبقى قوات متواجدة فيها، وضمان عدم وتطهير كافة الطرق والمدقات والألغام أو العبوات النافذة اللي بتتزرع حوالين المنطقة وإعادة الحياة الطبيعية إلى الأهالي المتواجدين في المناطق. وفي يا فندم بعض طبعا المناطق السكنية أو الأحياء دي تم التعامل معها وقوات الشرطة متواجدة فيها لضمان عدم عودة أي عناصر إرهابية مرة أخرى إلى البؤر الإرهابية. تفضل يا فندم. أحمد بدر من وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. يعني بداية حضرتك في بداية الشرح يعني وجهتنا لفكرة انه القوات المسلحة تمكنت بالكامل من قطع كافة مصادر تمويل هذا التنظيم او على الاقل مصادر امداده سواء في الطرق الرئيسية او المدقات او السلاسل الجبلية. يعني هنا ممكن الامور تتشابه شويه مع عمليه تحرير الموصل شفناها خلال السنه اللي فاتت يا فندم. ده هيقودني بس لسؤال، هل العناصر الارهابيه الموجوده في سيناء الان يعني وصلت لفكره تسليم انفسها للقوات المسلحه، وهل القوات المسلحه تتيح لهم هذه الفرصه في الوقت الحالي ام لا؟ هو طبعا يا فندم اي حد هيسلم نفسه للقوات المسلحه طبعا هيتاخذ معاه الاجراءات القانونيه، واحنا قلنا في الاول ان احنا بنراعى حقوق الانسان والتعامل حتى مع العناصر الارهابيه في مناطق العمليات، فطبيعي اللي بيسلم نفسه ده بيتخذ معاه اجراءات القانونيه. واحنا قبضنا على عدد كبير من العناصر التكفيريه اثناء تبادل اطلاق النيران وهم بحوزتهم اسلحه بيطلقوا النيران على القوات. احنا فندم طبعا بنراعي جدا في شمال ووسط سيناء الحياه الامنه للمدنيين واحنا بننفذ العمليات. يعني احنا بننفذ عمليات داخل المناطق السكنية ومداهمات على الارض وتفتيش مناطق وبيبقى في عبوات ناس وفي تبادل اطلاق النار، والراعي جدا عدم المساس باي حياة مواطنين. والحمد لله خلال الفترة السابقة القوات محافظة جدا على حياة المدنيين، وان شاء الله طبعا ده مستمر معانا لان ده من الضوابط المحددة للعملية اللي احنا شغالين فيها.
ماشي فندم اتفضل. احمد مصطفى من قناة الغد، بس سؤالي بخصوص التحقيقات التي تجرى مع من ثبت بالفعل تورطهم في العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة او ضد حتى المدنيين. هل من الممكن الان او الوقت المناسب في هذا التوقيت الاعلان عن نتائج بعض هذه التحقيقات ومن الجهات بالتحديد التي تقف خلف هذه الجهات الإرهابية الموجودة على ارض سيناء، وايضا في ظل محاولات تشويه صورة الجندي المصري كيف تبدو الروح القتالية لدى الجنود المتواجدين على ارض سيناء؟ حاضر يا فندم. طبعا احنا الارقام اللي احنا اعلناها القبض عليها، احنا قلنا برضو ان تم الافراج عن عدد كبير من العناصر اللي تم القبض عليها، واللي باقي من العناصر في منها جزء برضو جنائي وموجود عليه احكام، وده تم تسليمه للجهات المختصة لتنفيذ الاحكام الخاصة بالعناصر، والباقي يا فندم مازال التحقيق جاري معاهم، سواء عناصر تكفيرية او مشتبه في دعمهم للعناصر التكفيرية. وطبعا فندم احنا في اجراءات تحقيق، فلو في مساحه لبعد انتهاء اجراءات التحقيق بما يسمح ذلك ان شاء الله هنعرضه على حضراتكم. احنا بنطمنك يا فندم ان الروح المعنويه لاولادكم، اولاد المصريين من ابطال القوات المسلحه والشرطه المدنيه عاليه جدا، يمكن حتى العناصر المصابه من العمليات رفض ان هي تنزل تاخد اجازه علاج او حاجه من هذا القبيل ومصممه ترجع للعمليات، لكن طبيعي احنا صحتهم اهم بالنسبه لنا. وكان قبل كده احنا عرضنا على حضراتكم ان الجنود اللي كانت خارجه 1-3 هي اللي طلبت ان هي تفضل موجوده لتنفيذ العمليات، ويمكن طالبين تاني ان هم مش يكتفوا بالشهر اللي تم المد ليهم، ان هم روحهم مقتنعين يا فندم باللي بيتم تنفيذه ومستمرين ومصممين على دحر الارهاب في شمال وسط سيناء قبل ما يخرجوا من القوات المسلحه. اتفضلي يا فندم. منال ماجد، الإذاعة المصرية، إذاعة صوت العرب. ربما قدر مصر أنها في قلب العالم منطقة استراتيجية ينالها الإرهاب، هي مسرح لعمليات أو تمركز الإرهابيين، ولكن العملية الشاملة سيناء 2018 هي عملية ليست فقط للدفاع عن الأراضي المصرية، ولكن هي ضد الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. نعرف أن هناك دول وأجهزة مخابرات تقف وراء هذه العمليات الإرهابية، ولكن هناك أيضا دول صديقة وشقيقة لمصر، أيضا بالتأكيد هناك تعاون، نريد أن نبرز هذا التعاون يا فندم إذا كان يوجد تعاون للقضاء على الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأكملها. شكرا يا فندم لحضرتك. طبعا يا فندم احنا القوات المسلحة والدولة المصرية بتتعامل مع كافة دول العالم ودول المنطقة في مجابهة الإرهاب، وفي تبادل معلومات مستمر مع كافة الدول الصديقة ودول المنطقة عن حركة العناصر الإرهابية وطرق انتقالها أو محاولة انتقالها داخل الأراضي المصرية أو تهريبات أسلحة وذخائر، وده احنا مستمرين فيه طبعا يا فندم، والعالم كله يا فندم بيدعمنا في حربنا ضد الإرهاب. ماشي فندم، اتفضل يا فندم. محمد الجزار، مجلة روزا اليوسف. كنت من فضلك عايز اعرف تفاصيل دعم الاهالي في سيناء على مدار الاربع اسابيع للعمليه، لان هناك بعض الشكوى من عدم وجود بعض السلع الغذائيه ومشاكل مع وزاره التموين في توفيرها. حاضر، شكرا. طبعا احنا فندم منذبيت العمليات، واحنا جميع الاهالي او المناطق اللي متواجده في العمليات اللي موجود فيها اهالي في العمليات بيتم توفير حصص تموينيه لاهالينا لسد احتياجاتهم التموينيه. ده بالإضافة يا فندم إن إحنا فتحنا المنافذ الخدمة الوطنية للسلع أو المنتجات الأخرى، وإحنا الأسبوع الماضي يا فندم كان الفترة الماضية كان في مؤتمر للسيد محافظ شمال سيناء مع سيد وزير التموين لبحث طرق الإمداد أو المنتجات اللي محتاجاها الأهالي في سيناء، وتم يا فندم تأمين قوافل أو شاحنات بالسلع اللي كانت محتاجاها الأهالي سواء من خضروات طازة أو منتجات ألبان لتخفيف اي اعباء عن الاهالي في مناطق العمليات. اتفضل يا فندم. سياده العقيد تامر، انت حضرتك ذكرت في عرضك النهارده، محمد ابراهيم موقع صدى البلد، حضرتك ذكرت في عرضك النهارده انه تم تدمير 2 مركز اعلامي و2 مركز ارسال. هل المراكز ديت كان خاصه بمخاطبه العناصر الداخليه الارهابيه جوه سيناء، ولا بيتاخد منهم تعليمات والتواصل مع الجماعات الارهابيه اللي خارج منطقه؟ حاضر يا فندم. طبعا فاحنا شفنا من ضمن المراكز الاعلاميه كان مركز الارسال،
كنا شفنا فندم الهوائيات بتاعته كانت على ارتفاعات عالية، وطبعا يا فندم كان في تواصل ما بين العناصر الإرهابية المتواجدة في سيناء سواء مع العناصر الأخرى المتواجدة في شمال وسط سيناء أو مع العناصر الداعمة لها من خارج الأراضي المصرية. شكرا يا فندم.